انا من حومه الحاج مختار وبغارت مكبر وعندي ديك الدار اللي خاويه مورايا كيجيو كيسيبوا تما الزول من بعد ودابا واخا النظافه كتجي ما كيكربوش حدا الشراجم ديالنا كيخليو النص ديال الارض وتما الزول حاشك عامل الدود ايوا لا اله الا هو حنايا حاليا الشراجم تما حتى واحد ما بغى يهضر كيقول له معاكلهم حنا كنسيبوا ديك الشيء هما ماشي حنا كيجيو من الحومه يا اخرى كيجيو من الزنايك اخرى وكيسيبوه تما وهما كيكسموا ديك الارض في النص ونهايدا كينقيوه وحدا الشراجم ديالنا حنايا ما كينقيوهش كيخليوه تما انا كنت واحد شحال هذه واحد النهار اللي كنت المقدم صافي العام مش ماشي يعمل المقدم مسكين مش يعمل هما ما كيجيو ماشي ما كيجيوش نسيت كيجيو بالحق يكسموا ديك الارض في النص حدا الشراجم من هنايا تجي ولا الجهه ديال لا الجهه ديالنا جهه الشراجم ديالنا ما كيكربوهاش والجهه ديالنا هنايا كينقيوها حدا الشارع كينقيوها صافي غير حدا الشارع وحدا الشراجم ما كينقيوهاش وكيقول له معاكلهم حنا كنسيبوا ديك الشيء وهي ماشي حنا وانا كنعيا نغوت زعما على الناس اللي كيسيبوا تما ما كنلحقوهمش غير بلا بوعد البارحه كيهزوا ميكات ويسيبوا هيدا ها وعيت انا كنجمع كنسيب ديك الشيء هنا زعما الا تبلط ولا غتجرو تما كنقي حدا الشراجم كنجيبو لنا هنايا زعما باش ملي غيجيو يجمعو حتى هو اسعار لا ما كيقارب تما كيخليوه كما كتشوفوا معنا هذا الفيديو اللي صورنا لكم الحاويه الازبال ديالها هو هذا المرقى هو هذا السكان ها تما كما كتشوفوا كيتشكاو الازبال مرميه مي دخلت صراحه مي دخلت هذه الشركه هذه هي وحنا كنعانيو ما كيديروش واحد المجهود اللي يخدموا هنايا في هذه المنطقه هذه منطقه الحومه الحاج مختار وحي صدام ودار ميكنا ما كيخدموش عندنا واحد المنطقه هنايا سوداء معروفه سيد الوالي كان كيعرفها دابا ملي تبدلت الايام وتبدلوا حتى مستشارين كل واحد كيفاش رجع المهنه ديالو نساو هذه البلاصه هذه هي اهتموا ما اهتموش بها كما كتشوف هذا الواد هذا هو اللي هود على برواقه كامل مغلوق كامل ردمه كيوقعوا هنايا بزاف ديال المشاكل كيوقعوا بالليل هنايا الناس كيوقعوا هنايا بحال اغتصاب بحال شنو سميتو الجناكه كيتجمعوا هنايا كيسكروا كيوقعوا بزاف الحاج الدرايم هنايا وكنتمنوا السلطه دعاونا التكيل مقاطعات باش يديروا الخدمه ديالهم هنايا في هذه الجهه هذه كما كتشوفوا حتى الضو هنايا مقطوع كاينه شي بعد بومبيات مطفيين وهنا الناس كيخدموا في الشركه كاين الناس هنايا كيخدموا كيخافوا بالليل وكما كتشوف هاد البلاصه هادي اللي مورايا وقدامي كانت هنايا واحد الربيع نايض كيجيو يسقيوها ما بقاو كيجيو يسقيو لا شجر لا ارض كيكرطوها لا الناس ديال النظافه بقاو كيجيبوهم هنايا بقاو دابا كيجيبوهم بالتوجيهات كيديهم من الاحياء ديالهم كيخدموا بهم السياسه على الاحياء ديالهم معروفه هذه هي وعندي دليل وعندي بزاف الحاجات بزاف الناس هذوك السياسيين ومرشحين بالتوجيهات الو فلان الله يرحم والديك جيب لي نعدل هنايا كيجيب لك الخدامه تماك صافي كيهزهم كيقولوا مشينا لهذيك البلاصه هذه البلاصه هذه الصراحه كان مكلف بها واحد السيد مرشح الله يجازيه بخير الصراحه ما ننساوش الخير ديالو الصراحه كان كيتعاون مع هذه المنطقه هذه هي بلا ما نعيطوا له كل سبت والحد كيجيبوا لنا الناس النظافه والازقه كتشطب الصراحه اقسم بالله العظيم ماشي غنتفخم عليه ولا شي حاجه كان كيسردنا الناس هنايا والعيد الاضحى كان كيجيب لنا الميكات مقاطعة جمعوا جمعيات باش يتعاونوا معاهم باش يديروا النظافة قال لك نتعاونوا معاكم مع المجتمع المدني عطينا 10 الميكات 10 الميكات دايج نعطيها شو الساكنات قداش شو الالوف هاد الميكات هنايا ما عطيناش الميكات حنايا حنا ما عندنا حتى علاقة بالميكات جيبوا الناس ديال النظافة دخلوهم هنايا الناس ديال النظافة يدقوا على الدار السلام عليكم واش مبروك عيد مبارك سعيد هكا لاله هكا سيدي ها حتى الناس يحسوا براسهم راه كاينة معاهم متواجدين هنايا ما كيجيبوا حتى شي واحد منسيين مهمالين
حتى واحد ما كيهضر على هذه المنطقه. هذه جميع الشكايات من في الجمعيه ديالنا مواطنين الساكنين هنا كما شفتوا المراه راه سمعتوا قالت لك راه عملت شكايه هي بيدها وكالدار، الدار ديالها موراها الازبال مرميه، ما كاينش الاهتمام، ما كاينش الناس ديال النظافه كيجيو، ما كاينش شي مرشح، ما كاينش شي نواب كيجي لهاد المنطقه هذه. عينا نسردوا لهم الشكايات، هما كيتلصقوا مع مقاطعه كيقول لك حتى المقاطعه ديالكم وكاين اللي مختص بالنظافه تماك. ما كاينش ما كاينش مره نتحدى اي واحد يقول لك راه كنعملوا كيعملوا توجيهات كما كيعيطوا الصحافه النداء ديالي. ساكنه كامله كنهضر على المنطقه ديالي، انا رئيس جمعيه ديال البيئه، خصني نهضر على البيئه. البيئه ديالنا راه هنايا مبهدله، الشجر ما مسقيين، الارض هنا ما كاين الربع، كاين الردمه، كاين الميكات، كاين الهيادر مسيبين، كاين الحاويات، المرقه هواده، كاين الردمه، كيجيو يسيبوا الردمه هنايا، ما كاينش شي واحد اللي يوقفهم على حدهم. واش انا نمشي يا خو نوقفو ونهضر معاه؟ يقول لي شكون انت؟ اين الصفه؟ ها؟ غنشبروا انا شكون انا باش غنشبروا؟ ستكون معنا السلطه، ستكون معنا المقاطعه، حتى هي باش يكون عندنا الحق ديالنا. هادشي ما كتشوفوا الازبال هنايا، حتى الناس هنا مساكين كيطلعوا حتى الدرشيفه ولا كيهودوا حتى القنطره باش يهبطوا الاطفال ديالهم. علاش حنا ما تجيناش غير المنطقه ديالنا هنايا يكون عندنا الرياض، يكون عندنا عام منطقه خضراء، ما خصنا الشجار، ما خصنا والو. عام نادم يخرج يتنفس، قرعة تشرب، هانتوما شفتوا قرعة تشرب مسيبين، الميكات الهيادر هانتوما شتيهم، الشجر راه هما تحت. وشني هو تهود من الطلب؟ راه عينا نعملوا الطلبات. اجيو عملوا لنا حمله الحمله هنا في المنطقه وجمعوا لنا هادشي وعيطوا لنا الشركه تخدم يومين ثلاث ايام هنايا باش الله تكفى لك باش تحيد هذه الردمه هذه. واللي تشد هنايا كيتسيب الردمه مخالفه مورطا موتور فوريان شهر ما يخرجش باش مره اخرى يربي واحد اخر. الله يجازيكم بخير. الطلب ديال الساكنه هذه راه عيات، ما كتقدر ما كتتكلم. كنتمنى شي مرشح ولا شي واحد يدير يد معانا وحنايا معاه على هذه المنطقه هذه. راه عرفتي المنطقه السوداء، ما كيقدرش منين عاد كيسمع السميه ديال شي واحد هذه البلاصه هذه ما كيقدرش يجي. راه احسن الناس طيبين هذوما، راه كيبان لكم في واحد الصوره. اجيو وديروا لي يد في اليد وتشوفوا.